in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله. بدأنا سابقا بالتعرف عن الأجزاء المكونة لعناصر نظام التدفئة المركزي. تعرفنا عن الأجزاء المكونة للحراق والمرجل. اليوم رح نتعرف عن الأجزاء المكونة لكل من المشعات والأنابيب. لدينا مشعين، الأول بشكل أمامي والثاني بشكل جانبي. ينقسم كل مشع إلى عدة أقسام، ويسمى كل قسم بمقطع، وبشكل جانبي يسمى أصبع. فإذا أردنا وصف هذا المشع فهو مؤلف من 2 مقاطع و3 أصابع. يجب أن يكون هناك فراغ لا يقل عن 10 سنتيمتر من أعلى وأسفل المشع، وأن يبتعد عن الجدار بمقدار 3 سنتيمتر من أجل عملية التنظيف. يمكن أن نرمز لأي مشع بالرمز مؤلف من 3 خانات. الخانة الأولى تدل على عدد المقاطع، والثانية على عدد الأصابع، والثالثة على ارتفاع المشع. فهذا الرمز يدل على مشع مؤلف من 2 مقاطع و3 أصابع وبارتفاع 68. كيف يمكننا تحديد عدد المشعات اللازمة لتدفئة أي غرفة؟ عن طريق حساب الضياعات الحرارية الناتجة عن الأسقف، ومن ثم عن طريق الجدران الخارجية والنوافذ، وأيضا عن طريق الأرضيات، وأخيرا عن طريق الأبواب. وبهذه الطريقة يمكننا تحديد عدد المشعات اللازمة لتدفئة أي غرفة. وبالانتقال إلى الأنابيب، يوجد لدينا 3 أنواع للأنابيب. النوع الأول وهو الفولاذ، يصنع بواحدة الإنش ويتوفر بالوحدات التالية: أقواس بالقطر الخارجي للأنبوب، ويعد من أفضل وأكثر الأنواع انتشارا. ثانيا البي بي آر، وهي أنابيب بلاستيكية تعد جديدة على الأسواق، يمكن تمديدها داخل الجدران، تصنع بواحدة المليمتر وتقاس من القطر الداخلي. أنابيب البيبس، وهي أنابيب شفافة تكون على شكل بكرات، تستخدم في التدفئة الأرضية وتصنع بواحدة المليمتر وتقاس من القطر الخارجي مثل الفولاذ. وهيك بكون تعرفنا عن أجزاء المكونة لعناصر نظام التدفئة. لنعرف أكثر عن نظام التدفئة تابعونا بباقي الفيديوهات.